يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان عمي العباس بن علي عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين وأبلى بلاء الحسن ومضى شهيدا. ويقول بقية الله الأعظم: إني لأدعو لمؤمن يذكر مصيبة جدي الشهيد ويدعو لي بالفرج والتأييد. فاستشعار مصيبة جده الحسين وتعظيم الأجر له في كل يوم سيقربك حتما من صاحب العصر والزمان، فهو القائل: لأندبنك صباحا ومساء. نتوجه بقلوبنا بالدعاء بالفرج لصاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك من الحسن صلواتك عليه وعلى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها